لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، إحصائية قسم حقوق الإنسان تظهر قتل واعتقال 750 شخصا في شهر كانون الثاني الماضي. في صحيفة المدى، معلومات متضاربة بين الحكومة والبنتاغون حول مغادرة قوات التحالف. في موقع كتابات العبادي، تخفيض القوات الأمريكية تدريجي لحاجتنا لغطائها الجوي. في موقع الجزيرة نت، مجازر بغارات روسيا والنظام وتحقيق باستعمال غاز الكلور. في صحيفة العربي الجديد، العراق يصارع العنف العشائري بتجديد العقوبات القانونية. في القدس العربي، تيلرسون يتوعد روسيا بعواقب إذا تدخلت في انتخابات منتصف الولاية. وفي صحيفة الحياة، استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. السلام عليكم. الحاجة الأمريكية لا تزال ماسة لوجود إيران قوية وعدوانية وموقدة لحروب من حروب في المنطقة، على ألا تمس بسوء أي عصب أمريكي حقيقي في العراق ولبنان وسوريا وغيرها، بحسب ما يرى الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال بصحيفة العرب اللندنية، حيث يقول: ليس سرا من الأسرار العصية أن تكون أمريكا الجديدة كما كانت أمريكا القديمة، ولا تزال بحاجة لإيران قوية مسلحة عدوانية في المنطقة. الثابت تاريخيا أن أمريكا الجمهورية وأمريكا الديمقراطية قررت قبل إسقاط صدام حسين ب13 سنة أن تمنح العراق لإيران لكي تصبح الفزعة التي تملأ الفراغ الذي سيتركه غياب صدام حسين في المنطقة، ومن أول غزوها للعراق وهي تدعم هؤلاء المتخلفين الفاسدين باسم الديمقراطية، وتغمض عيونها عن كل ما فعله حزب الدعوة والميليشيات التي تعلم أنها عقارات مملوكة لإيران، من جرائم لم تتوقف الأمم المتحدة وغيرها عن إدانتها واعتبارها جرائم ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عليها. وحين قرر باراك أوباما أن يسحب الجيوش الأمريكية من العراق، كان لا يجهل أن حليفته إيران ستحتله كاملاً وتلحقه بممتلكاتها وتمحو تاريخه الحضاري العريق. ثم ألم تلاحظ أن ترامب، الذي اتهم أوباما مرات ومرات بالتقصير والتراخي مع إيران في سوريا والعراق، قد تحاشى وما زال يتحاشى أي صدام حقيقي مع إيران وميليشياتها، وهو قادر على أن يفعل الكثير. ويضيف الكاتب: الآن ماذا سيقول المبشرون بحرب أمريكية ضد الوجود الإيراني في العراق؟ هل ما زالوا مصدقين بأن ترامب يريد أو يستطيع أن يأمر جيوش أمريكا بغزو العراق مرة ثانية من أجل أن يطرد منه إيران ويحرر أهله من كوابيسها وجواسيسها لوجه الله تعالى وحبا بسواد عيون العراقيين؟ مقاطعة الانتخابات هل هو أمر سهل؟ ماذا عن الوصوليين من الناخبين ممن حصلوا على مكاسب مغرية من أحزابهم؟ هل نتوقع أن يقاطعوا الانتخابات المقبلة؟ لا نتصور ذلك، فهؤلاء حريصون على مصالحهم فقط، لا تهمهم المصلحة العليا للبلد، لا يهمهم استقراره، لا تهمهم سيادته ووحدته، لا تهمهم مشاريع بنائه وإعماره. فهؤلاء هم القشة التي قصمت ظهر البعير، وهؤلاء الحلقة الأضعف في السلسلة، لكن كيف يمكن كسرها، أي الانتخابات التي لن يحصل منه أي تغيير، بحسب الكاتب يعقوب يوسف جبر في مقال له بصحيفة المدى.
فبينما تجري الاستعدادات على قدم وساق لاستكمال مستلزمات خوض الانتخابات، تزداد وتيرة الكذب وتنطلق الصيحات من البعض من المنتفعين قائلين: تهيأوا لخوض الانتخابات ولا تقاطعوها لأنها السبيل الوحيد للتغيير فقط. اهرعوا في يوم الانتخابات، وادلوا بأصواتكم ولا تجلسوا في بيوتكم، هكذا تبدو الصورة، لأن الانتخابات وسيلة للكذابين والمتاجرين بمقدرات شعب لإخفاء الشرعية على أعمالهم. في حالة واحدة يكمن الحل، هو أن يقاطع جميع المواطنين الانتخابات لكي يحصل التغيير، بدون ذلك لن يتغير شيء. فكثير ما سمعنا بوعود السياسيين ممن ارتقوا سدة البرلمان، سمعنا وعود الإصلاح ووعود التغيير، لكن لا جدوى من ذلك، كانت مجرد حبر على ورق. صحيح أن الحل بيد الجماهير فقط، فهو الرهان الوحيد في إجراء التغيير وانتشال البلد من أزماته، لكن كيف يمكن توحيد كلمة الجماهير؟ هل ثمة تغيير قادم أم أن الحال سيظل كما هو لسنين أخرى؟ لو افترضنا ذلك طبعا، فإن البلد سيراوح مكانه، سيظل يحكمه المقصرون ويجوع فيه الفقراء ويموتون من الضيم والفقر والقهر بحسب الكاتب. الجميع بلا استثناء يتحدثون بمرارة عن ظاهرة الفساد الإداري والمالي، معبرين عن استنكارهم لها ومطالبين محاربتها بكل قوة. فالمسؤولون جميعهم، من فخامة رئيس الجمهورية إلى أدنى مسؤول في السلطة التنفيذية والكتل والأحزاب السياسية المعتدلة والمنحرفة والمتخبطة، والبرلمان برئيسه وبأعضائه المشاكسين والصامتين، والقضاء الأعلى والأوسط والأصغر، والمرجعيات الدينية بكل اتجاهاتها وتبعياتها وانتماءاتها، والإعلام المقروء والمرئي بقنواته الفضائية وصحفه وبرامجه التحريضية وغير التحريضية، ومنظمات المجتمع المدني اليقظة والنائمة، والجالسون على الكراسي الوظيفية الذين لا هم لهم سوى انتظار استلام رواتبهم، كلهم يحاربون الفساد. فمن الفاسد إذن؟ هكذا كتب أنيس الأنصاري في مقال له في موقع كتابات. ربما ما يقوم به المسؤول الفلاني من عمليات شيطانية من أجل الاستحواذ على أكبر قدر من المال العام أمر طبيعي، لا يخضع لقوانين الفساد على الإطلاق من باب ازرع لتحصد. وربما ما يقوم به الحزب الفلاني من استغلال نفوذه وسطوته والتحكم بالممتلكات العامة من قصور ومبان، وما يقوم به من فرض إرادته على أعضائه المتسنمين مناصب عليا في الدولة لا يقع ضمن دائرة الاتهام بالفساد، باعتبار ما يقوم به هو جزء من زكاة الأحزاب المفروضة على البلد. وربما ازدواجية القضاء في إصدار الأحكام أمر منطقي لا يمكن التشكيك به على كونه نوع من أنواع الفساد، طالما أن للقضاء الحرية المطلقة في تبرئة فلان وتجريم علان. وربما إسناد بعض الوظائف المهمة لذوي القربى حتى وإن كانوا غير مؤهلين من قبل المتنفذين المالكين مفاتيح السلطة شيء لا ينحدر إلى مستنقع الفساد من باب الأقربون أولى بالمعروف. وربما تورط النزاهة بالفساد ليس فسادا وإنما تحصيل حاصل لا بد منه، ومن باب من عاشر القوم 40 يوما صار مثلهم. ربما المجهر الذي كشف لنا بوضوح تام ما يحصل على أرض الواقع هنا وهناك من فساد يجعلنا في حيرة من أمرنا، ويدفعنا إلى سؤال آخر بحاجة إلى جواب مقنع: إن كان كل ذلك ليس فسادا، فما هو مفهوم الفساد إذن أيها السادة؟ دعا مسؤولون عراقيون الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء بعض المشاريع التي تفوح منها رائحة الفساد بحسب وصفهم، وتسلب أموال العراقيين بحجة الملف الأمني، مشيرين إلى أن الجهات الرقابية والقانونية في البلاد وقفت عاجزة أمام هذه المشاريع التي شقت طريقها بقوة لتشمل محافظات جديدة. هذه المشاريع الوهمية مثل صقر بغداد لم يحاسب أحد عليها، كما ورد في تقرير لصحيفة العربي الجديد.
ويعد مشروع صقر بغداد الأمني الذي طبق في العاصمة العراقية قبل عام مضى من أكبر مشاريع الفساد على حد تعبيرهم، إذ أن الكثير من الجهات كشفت عن فساده بمليارات الدولارات وحاولت منعه، لكن الجهات الداعمة له كانت أقوى وأتمت المشروع في بغداد، بينما بدأ اليوم بالانتقال إلى محافظة كركوك. وقال المسؤول المحلي في إدارة المحافظة ماهر العبيدي للعربي الجديد إن مشروع صقر كركوك تم تعميمه على المحافظة، مبينا أن جهات في إدارة المحافظة تشرف عليه وقد شرعوا بتنفيذه في عدد من مناطق المحافظة وسيشمل عموم المحافظة. إن هناك شركات محمية من قبل أصحاب النفوذ أخذت على عاتقها المتاجرة بقوت العراقيين، وقد تقصينا الحقائق وتأكدنا من إبرام عقود مشروع صقر كركوك وتعميمه على المحافظة. المشاريع هذه استنزافا لقوت الأهالي، إذ إنها غير مجدية أمنيا في ظل الخروقات التي حصلت في المحافظة، وهي تندرج ضمن المشاريع الوهمية والصفقات المشبوهة. يشار إلى أن مشروع صقر بغداد وصقر كركوك هو مشروع الملصق باج الإلكتروني الذي يلصق في جميع السيارات في المحافظة، ويستحصل من أصحاب السيارات مبلغ 15,000 دينار عراقي. من يتابع كوارث نتائج الحرب السورية على البلد وشعبه وجرائم رئيس اتفق العالم أنه باق في هذه المرحلة ولا يجب التطرق إلى رحيله من أجل الحل، يتساءل عن جدية قرارات مجلس الأمن وإلزامها بشأن استخدام السلاح الكيماوي. سمعنا في 2013 أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما امتنع عن ضرب القواعد الجوية السورية، وأنه في المقابل اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بشار الأسد وحكومته سيدمران السلاح الكيماوي، وكما هو متوقع لا بشار الأسد ولا فلاديمير بوتين يباليان بأي التزام دولي، بحسب الكاتبة رندا تقي الدين في صحيفة الحياة اللندنية. فمنع استخدام السلاح الكيميائي في سوريا كما قرارات اجتماعات أستانا حول ما سمي بالعمل من أجل تخفيف التصعيد في أماكن الحرب السورية القاتلة أصبحت أوهاما. مراسل مجلة بلد الألمانية جيليان روبيكي الذي يغطي الحرب السورية غرد أن 22 مدنيا معظمهم أولاد قد اختنقوا في شرق الغوطة جراء استخدام نظام الأسد غاز الكلورين الذي تم قصفه بصواريخ كاتيوشا روسية. ولقد لعب النظام الإيراني دورا مهما في تزويد النظام السوري بغازات السارين والخردل. وقالت ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع التسلح أمام مجلس الأمن أول من أمس إن منظمة منع استخدام السلاح الكيميائي تدقق في استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي. إن ترك بشار الأسد يتصرف بمثل هذه الوحشية من دون أي رادع، ما دامت روسيا وإيران راضيتين، يمثل شكلا من الإجرام العالمي بحق الشعب السوري، والحرب ضد داعش لا يمكن أن تنتهي ما دام العالم يقبل بقاء الأسد وممارساته واستخباراته التي عرفها لبنان لعقود مريرة. أكدت تقارير صحفية ميدانية ونشطاء على الأرض مواظبة النظام السوري على استخدام غاز الكلور في هجمات استهدفت مناطق عديدة غير خاضعة لسيطرة النظام. من جانبه فإن المجتمع الدولي ممثلا في مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة لم يتوقف عن إبداء القلق إزاء هذه التقارير التي باتت وقائع دامغة مؤكدة علميا ولا تقبل الدحض. وقد توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. القلق ذاته كان عبر عنه مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي أفشله مندوب روسيا الاتحادية بعد أن حاول إفراغه من محتواه العملي عن طريق اقتراح بعثة تحقيق يشارك فيها النظام ذاته، وذلك بحسب تقرير لصحيفة القدس العربية.
ومنذ الخط الأحمر الشهير الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بصدد لجوء النظام السوري لهذا الطراز من الأسلحة المحرمة دولياً، ثم اعتمده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصل النظام السوري الدوس على هذا الخط دون رادع. والضربة اليتيمة التي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذها ضد مطار الشعيرات بعد تقارير أكدت استخدام النظام السوري غاز السارين ضد بلدة خان شيخون في ريف إدلب وأوقعت 87 ضحية، بدت مجرد استعراض عضلات من جانب إدارة جديدة في البيت الأبيض. والدليل أن واشنطن تعود بدورها إلى الاكتفاء بأداء القلق والدليل أن واشنطن تعود بدورها إلى الاكتفاء بإبداء القلق وكذلك تفعل معظم العواصم الغربية ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة. إن انعدام التناسب بين عجز المجتمع الدولي عن تبني سياسة ردع عملية وفعالة مقابل إصرار النظام على استخدام الأسلحة الكيميائية صار أشبه بسباق بين ذئب كاسر وسلحفاة كسيحة، والضحية هي دائما مدنيون أبرياء عزل وأطفال بصفة خاصة يفتقرون إلى أبسط طرائق الوقاية من الغازات السامة، ناهيك عن وسائل العلاج. وليس أقل خطورة من هذا أن يتحول استخدام النظام السوري غاز الكلور إلى أمر واقع يومي وروتيني يتثاءب المجتمع الدولي كلما أتت على ذكره الأخبار. ممارسة التمارين الرياضية في جميع مراحل العمر تكتسي أهمية بالغة، وفي العقد الثالث من العمر يتمثل هدفها الأساس في الحفاظ على قوة وحجم عضلات الجسم التي اكتسبت على مدار السنوات السابقة. وقالت دراسات حديثة نشرتها صحيفة العرب اللندنية إن النساء والرجال الأكبر من 20 سنة يستطيعون مساعدة أنفسهم في منع فقدان العظام عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فالرياضة تسمح لنا بالحفاظ على قوة العضلات والتناسق والتوازن، والذي يساعد بدوره في منع السقوط وحدوث الكسور ذات الصلة، وهذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة لكبار السن والناس الذين تم تشخيص هشاشة العظام لديهم. وتقول الدراسة العظام مثل العضلات أنسجة حية تستجيب للتمارين الرياضية لتصبح أقوى، ويتضح هذا عند الرجال والنساء الذين يمارسون الرياضة بانتظام. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
إلى اللقاء.